الله وبركاته أعزائي، أهلا وسهلا بكم في الحلقة جديدة من برنامج مطبخ العائلة لهذا اليوم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك. تحياتنا لكم أينما كنتم تتابعون شاشة الحقيقة الدولية الأقرب إليكم دائما أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتنا على الفيسبوك. تحياتنا لكم جميعا اللي بتابعنا على مواقع السوشيال ميديا وأيضا على شاشة الحقيقة الدولية. بنرحب فيكم في ثاني أيام الشهر الفضيل، كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. قبل ما نفوت بحلقتنا وقبل ما نعرف طبختنا لهذا اليوم، أنا يوم الجمعة حكيت شغلة وبدي أرجع أكررها، ويوم الجمعة ترجيت رجع يعني قلت مشان الله، يعني هيك حتى حكيت على الهواء، بترجاكم يا ريت كل الأخوات والإخوة اللي بيحبوا اعتادوا يصوروا أكلهم ونزلوه على مواقع التواصل الاجتماعي، بلاها رمضان هذا بلاها. انت ما بتطبخ لي، انت بتطبخ لنفسك، انت بتفطر اولادك، بتفطر اولادك وزوجك وعائلتك. ما في داعي احنا وكل الناس تشوف في ناس قاعده بتاكل في التراب، قاعده بتطول الطحين عن الارض وبتاكله وبتاخده عشان تخبزه. علف الدواب اجلكم الله انطحن ونعمل منه اكل وتاكل. شيء بيخطر على بالك وشيء ما بيخطر على بالك، قاعد في مناطق في هذا العالم قاعدين بياكلوها. فيا ريت يا ريت يا ريت نقف، يعني نتأدب في حضرة غزة وما يحدث في غزة، في حضرة الموت نتأدب شوية على ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة. ما يحدث هناك شيء لو حكيته لكاتب رواية أو فيلم أو مسلسل وشفنا أفلام ما رح يقتنع، رح يقول لك هاي خيالية جدا القصة فما بتزبط معنا إن احنا نمثلها فيلم. لكن ما يحدث في غزة هو واقع، ناس بتموت من الجوع، ناس ماتت من البرد، الناس بتموت من الخوف ومن الهلع ومن القتل الغير مبرر. فما في داعي نزيد الطين بلة عندهم ونقعد نعرض ما لذ وطاب. بعدين طبخات يعني مبين، يعني مقلوبة هذيك اليوم خابصة والدجاج مبين عليه مش مستوي، سلطة ما لهاش اسم سلطة، يعني ما يعني مش ضابطة معي، وتقعد يتورجيها الناس كلياتها في الخبايس تبعونك هذول. يعني والله العظيم مليح ما يصيروا تسمم الاولاد ولا جوزك ينقلوه على الطوارئ، بدك تخلصي منه سيبك من الاولاد، اخلصي منه لحال. يعني العامله قال عامله اوزي، والله ولا يعني اسم الاوزي، عامله قال مفركه ولا. سيبينا من السواليف الطرمه تبعتك هاي، احنا اتاخذت من دار اهل الجوز بيض ما بتعرفيش تقلي ماشي. فنتادب في حضره الموت، نتأدب في حضرة غزة وما يحدث داخل غزة. برجع برحب فيكم من جديد عشان ما ننسى، احنا تعودنا ان احنا ما ننسى وما راح ننسى، وراح يظلوا غزة وما يحدث في غزة واهل غزة على بالنا دائما. اطول شيء في العالم طبعا. صباح الخير. كل عام بخير. ليلت الدنيا. رمضان كريم. الله يكرم يا سيدي. انا خلصت ساكت انا حصاتي. تفضل يا سيدي. اليوم معنا كبسة، كبسة خليجية مع دقوس، وراح نعمل حلو بالسمبوسك مع العجوة والجبنة اللي كنا المفروض نسويه مبارح وما لحقنا عشان الوقت اللي كنا فيه. اها، يعني حلو مبارح نعمله اليوم. حلو مبارح نعمله اليوم، مش بايت، احنا ما عملناه مبارح عشان يعني ما يتحسروا عليه تعمل مبارح. بالضبط بالضبط. نصر قريب بإذن الله تعالى. تحية لكل اللي بيتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك، كل الحب والاحترام لهم. هذا واجبنا تجاه غزة وما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، هذا واجبنا نحن وفلسطين توأمة، وسنبقى دائما الدم واحد والمصير واحد والجرح واحد بين الأردن وفلسطين. نرجع ما نحكي غير الله ينصره. يا رب يا رب. نحط الزيت وبدنا ننزل عليها البصل، وبعديها بدنا ننزل عليها البندورة. على الواضح انه في نقطة مي. الواضح الواضح يعني بالطنجرة. يوم ما تعمل هيك في مي يعني. طيب عشان نعرف ما نفلش يعني. حطينا الزيت، ننزل عليه بصل ناعم. طبعا انا محمي طنجرة عشان ما نستغل الوقت قد ما نقدر. هيبتي أردنية وجوري أحمد ورهف خالد وميساء السمهوري وسيف قضامة
يا خالد ادعي الى اهل غزه دائما. والله يا سيف دائما 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 بندعي لاهلنا في غزه دائما، في الصلاه، في القيام، في كل شيء بندعي لاهلنا غزه. ما تنسوا من الدعاء ايضا في وين ما كنتوا. محمود القوقه، ميساء السمهوري مره اخرى، جلال حيصات، تحياتنا لك جلال حبيب القلب، الله يرضى عليك يا غالي. انتم تمثلون الحقيقه في قناه الحقيقه. شكرا لك يا فلسطين حره. الا عامر، تحياتنا لكم. زي ما حكينا الجائزة عبارة عن دبوس، تعليقة دبوس للأطفال. الجائزة راح تكون يوم السبت، السحب عليها. اللي يعني يا ريت نشير أكثر، نعلق أكثر ونحط لايكات أكثر عشان تكونوا إن شاء الله من الرابحين معنا في برنامج مطبخ العيلة في ثاني أيام شهر رمضان. يوم السبت سيكون السحب على الجائزة. احكوا لنا كيف. ناس كثير امبارح قالوا ما بدنا دولاب الحظ، قالوا بدنا من خلال التاب يعني مانيوال يدوي تكون عمليات السحب. ما بنعرف، لكن اكتبوا لنا كيف بدكم. تبارك الرحمن. ام ايمان الخطيب تحياتنا، تحياتنا لك. ام جول، ام جمول الكر تحياتنا لك. نرجع لطبخه الاسئله، تفضل. بدنا ننزل، هسه نزلت البصل، بدي انزل عليها التومه والزنجبيل. توم والزنجبيل، توم وزنجبيل. زنجبيل ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. طبعا انا نواه اليوم مجهز كل شيء، طبعا منعم البصل ومنعم البندوره، بس هي الثوم والزنجبيل اللي ما نعمناهم، وراح ننزل عليهم بعديها بهارات صحيحه. بعديها بننزل الدجاج، طبعا غسلنا الدجاج بالخل والليمون وملح. حلو. طب بدي اسالك شيف. سالني. يعني كل المكونات اللي، طب نطلع في المكونات، صحيح نطلع في مكونات. مكونات حلقتنا لهذا اليوم اللي هي عبارة عن كبسة، كبسة سعودي ولا خليجي؟ الكبسة اجماليا سعودية، خليجية. خليجية، خليجية، دول خليجية دولة يعني بالضبط ذاتها. اي دول. مكوناتنا لهذا اليوم هي المقادير على الكبسة: دجاج، رز بسمتي، بندورة، بصل، رب البندورة، لومي، ثومة، قرفة، هيل، بهارات الكبسة وملح، وبهارات خشنه اللي هي بهارات صحيحه، اللي هي البهارات الصحيحه يعني اللي هي بتيجي لومي، ورق غار، قرفه، وفلفل حار حسب الرغبه، فلفل الحار والفلفل الاسود مره اخرى، دجاج، نزلت الزنجبيل، رز بسمتي، بندوره، بصل، رب البندوره، بهارات صحيحه، بهارات مشكله، ملح، هيل، قرفه، وفلفل حار حسب الرغبه، وفلفل اسود. يا شيف بدي انزل الثومة عليها. في تعت الثومة وين اللي ضيق، طلعتها وحطيتها على جنب عشان ما تضيع معي. فقد الذاكرة. انا برمضان حكيت لكم انسوها. يعني شو بدنا، يعني شو بدنا فيه غير رمضان احنا مثلا؟ بعد بعد رمضان شو بدنا؟ ليش الناس ما بتوكل غير على رمضان؟ والله كلامك مزبوط، بس لكن في رمضان، في رمضان بس. لم شو صار معك امبارح؟ عطش ولا جوع؟ والله ولا شيء، والحمد لله رب العالمين. انا عطش. عطش ولا جوع والله، انا الحمد عطش. لله رب العالمين، الحمد لله. بس لكن في ظل، في ظل الحميه اللي انا فيها، يعني عامل حميه انا، الخبز، الرز، الشيء الحلو، هاي عامل حميه، هاي بحد ذاتها صعبه. ما قبل رمضان يعني انا عاملها، دخلت رمضان وانا في هذا الحال. هسه تومه وزنجبيل وزيت وبصل، بنخليه لما يذبل البصل. وتقريبا يعني بلش يذبل. احط قرن فلفل. حسب الرغبه، الفلفل الحار حسب الرغبه، مش مضطرين. قرن الفلفل اذا كسرتوه بيطلع كثير حار. يعني تفضل، يعني تفضل، يعني بالفعل يعني تفضل، يعني تفضل. طيب هسه يعني قرن الفلفل اذا كسرناه بيطلع كثير حار. هنا اذا ما كسرنا بتطلع حار شوي. وبهارات الصحيحه اللي هي قلنا ورق غار وقرفه وكزبره حب ولومي، من ننزلهم على الطنجره ونحركهم شوي. بس بنخليهم هيك، بعديها بدنا ننزل عليهم البندوره، وبدنا نحط عليها رب بندورة. بعدين بننزل الدجاج، حكينا غسلناه بليمون وملح وبخل. في ناس بتغسل بطحينية، ناس غسيل الدجاج كل حدا يعني له
شيء معين. في ناس بتكثر ليمون وفي ناس بتكثر ايش ملح. بس بالنهايه نحكي موت واحد. كلها البهارات ضروريه هاي اللي حطيناها. يعني حسب افصل لهم اياها اكثر. لا لا يعني اذا مثلا فقدنا مكون مثلا مش موجود, مثلا اللومي مش موجود, ورق غار مش موجود, راح تختلف معهم الطبخه. يعني ما نطبخ. لا ما بتطبخ عادي بتاكل بس بتصفي. بس مش كبسه, مش شهوه. أيوة. يعني انت بتسلق جوع هيك. حلو 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 حلو. مسيناكم بالخير نعيم حمدان, حياك الله يا نعيم. يا وجوه الخير, طبتم ودمتم سالمين غانمين يا رب العالمين. شكرا. دمتم سالمين. كانوا عايش كانوا عسبستون. مين دمتم سالمين؟ دمتم سالمين. هذا ضحكت وانا صغير. جوري بتقول لك اللومي ضروري. لا ما بنفع بدون لومي. الا اللومي. لا اللومي ضروري. طب هسه في لومي مطحون او مرات في ناس بطحنوه, تفرق ولا ما بقتنع فيه؟ ما بتقتنع فيه صراحه, بحسه زي اللي بيعطي مرار او شيء. والله هو صراحه كمان ما بقتنع فيك حتى هو. يعني اللومي لومي يفرجيني انه منيح. يقولوا لي لومي. بدي انزل بندوره. لومي لومي لومي. تفضل. خلينا نضل نتشتش طول رمضان. تش هسا نرجع لأصولها. هي خليجية بس اللي اشتهرت فيها السعودية. يعني أكثر شيء. أكثر إيش؟ يا أخي في رمضان حتى اللي مش أكيل بحب الأكل. يعني أقول لك لو بياكلش بقعد يشهون. هو سبحان الله ربنا ما عرفنا قيمة الأكل إلا في رمضان, غير لما صيمنا. صيام قبل ايام العاديه بتحس حالك العادي, ايام ما بتشتهي زي برمضان. طبعا بنبارك للبرامج. امبارح تاهلهم من عام 2020 ما تاهلوش. مبارك لهم التاهل. امبارح احتفالات ببرشلونه عشان تقول اخذوا ابطال اوروبا. والله مو داري انه احسن اللومي الاسود. انو احسن سعاد تسالك, اللومي الاسود ولا اللومي الاشقر؟ ما بيفرقوا كثير. ما بيفرقوا عند كلامك انت؟ يعني لو حطينا هذا او هذا عادي. عادي عادي. اوكي. الريح. محمد حسين ابو سيف, تحياتنا تقبل الله منا ومنكم, لكم خالص احترامي وتقديري. شكرا شكرا. والقرنفل بقول لك كثير بضيف طعم زاكي للكبسة. بس كثرته مش زاكي. شوف كبش القرنفل حبتين بالعيار بالضبط في اي شيء اذا زدته مش كويس. انا حطيت هون كمان هيل, انا ما خبرتهم. الهيل زاكي كثير على الكبسه. احنا ذكرناه في المكونات. والله الواحد ما فيه هيل يا يعني. انا يجنن يخبل خيال. تنزيلات. كله جديد. كله جديد. وبقول لك كيف الواحد بضرب ترند. ما انتم شايفين كيف يعني. والله للاسف الشديد ما بطلع غير الهبايل قاعد. اكون معك صريح اكثر. كل لمين مين ربح امبارح؟ سعاد ما حدا ربح امبارح. الجائزه لسه يوم السبت بدنا نسحبها, عباره عن دبوس اطفال. دبوس اطفال ذهب مقدم من مجوهرات الاخوه, اصحاب مدارس وروضه حواء وادم النموذجيه. الدكتور موفق عضيبات, شكرا لك يا دكتور على دائما معنا في شهر رمضان. بدنا حلويات يا جماعة نائل. ماشي ابو صالح تشهون قاعد. بدي انزل الدجاج. يلا طبعا يا اخوان ننظف الدجاج. دجاج الجزيرة صراحة يخليك مش بحيرة. دجاج الجزيرة يخليك مش بحيرة. دجاج الجزيرة. بدنا ننزل الدجاج وقلبه شوي. يوم السبت الاعلان. يوم السبت حلقه يوم السبت يا جوري. نعيم حمدان تحيه للمجهولين في الجاليري وراء الكاميرات, طبتم ودام مساءكم غانمين يا رب العالمين. شكرا شكرا استاذ نعيم. اسمي طالع قصي.
القيسي هسه شفت اسمك. الله يرزقكم، شكرا يا قصي، كل عام وانت بألف خير يا قصي. بعد ما حطينا الدجاج قديش بده يقعد في الحالة هاي يا سيدي، وشو لازم نعمل فيه؟ يعني ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة على الغاز اللي عندي هذا. على الغاز اللي، لا بدنا الغاز بشكل عام. لا هو باخذ من تلت ساعة يعني ل 25 ربع ساعة، إذا كانت على النار عالية واطية فبتفرق معهم. يعني خلنا نحكي لغاية ما لونه يعني عبين ما تعمل هسه الفخدة، الرجل من تحت تعمل الجلدة هيك كش. إذا عملت هيك هيك لفت لورا تكون أمورها جاهزة، تكون أمورها جاهزة. هاي معلومة هاي. أمانة توصل للشيف عمر حجاوي، والله مش مجاملة، شيف محترم ومبدع وراقي. بارك الله في جهودك. محمد حسين أبو سيف، يا هلا فيك يا رب، بوصل لك اللي. يا محمد حسين الله يسعدك يا محمد. وانت هم المحترمين والله. العيلة اللي عندنا المحترمة اللي هون كلها عيلة، ما هي هاي برجان. عيلتنا هاي. مطبخ العيلة. عيلة مطبخ العيلة هاي. عيلة مطبخ العيلة بالفعل. أطيب وأفضل دجاج دجاج الجزيرة، وأسعاره في المتناول، وموجود منه كل القطعيات، يعني كل شيء بخص الدجاج موجود. من ليش قلبت خليجي أنا؟ الدجاج دياي. لأن احنا دياي دجاج الدياي كويتي. كل الحب والاحترام لأهلنا في الكويت وكل الدول الخليجية العربية، تحياتنا لهم دائما وأبدا، تحياتنا لهم. دجاج الجزيرة بكل شيء لا بخص الدجاج موجود، من كبد، من جوانس، من جلحان لحال، فخاد لحال، صدورة لحال، صدر مسحب، كل شيء موجود عندهم من دجاج الجزيرة. وجميع الأوزان، جميع الأوزان موجودة في دجاج الجزيرة، موجود في محلات، في جميع المولات ومحلات السوبر ماركت. كله جديد. هلا ضمت ورد من جنين. مستر لازم يجيب لنا راديو هون. من عاشق لا معشوق وبحجة الورود ويلي بلكن. طب مين بيعرف مين صاحب الأغنية هاي؟ ضمت ورد من جنينتها ناخذها ونهديها من عاشق لها. مين صاحب الأغنية هاي؟ مين؟ مين بقول لي شو مين شو اسم صاحب الأغنية هاي؟ مش جيلنا هاي. يلا دي غشيتني، مش سامع. لا 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 لا. مين صاحب الأغنية هاي؟ مسج مسج. كل الحب والاحترام والتقدير، شكرا شكرا لكم جميعا. تم. يلا يا سيدي، وين عرفنا في الطبخة؟ أنا حابب سنين. والله يا سعاد قطاط وشكلك قديمة. توفيق النمري مضبوط. والله توفيق النمري. نور. طلعت غلط. توفيق النمري. قصدك أسامة جبور غناها من جديد، عاد توزيعها الفنان الأردني أسامة جبور. توفيق النمري. ننتظركم. يلا يا سيدي، وين وصلنا؟ طيب. هسا حطينا الدجاج، خليه شوي بس يعمل ما يقلب لونه على طوله. هسا اعطينا اللوم. طخ عليه بالطول. طيب خلينا نعمل الدقوش على السريع. نعمل الدقوش. نعمل دقوش. اقرب لك اياه هون. الله والله الريحه طيبه، عشان نبين شو حطينا بالخلاط. طيب بندوره. ايوه الدقوس له اكثر من شغله، ناس بتفرمه تفريم، وناس مثلا بتطبخه، ناس ما بتطبخه، ناس تضرب لها على الهند مكسر، ناس تضربه خلاط، كل اشي بزبط. هاي بندوره وحطينا فلفل، وهي بصل. طبعا كل شيء مقشر وجاهز مزبط اموره انا لحالي يعني بصراحه قبل القناه. لحالك يعني؟ هذا معك يعني؟ لا والله ما حدا ساعدني لحالي. طيب وهي كزبره، وبضيف له نعنع. انا النعنع بغير طعمه. بعطيه هيك وسومه. والله ريحه طيبه.
انا دخت والله نعنع حسيتها طيب. اقسم بالله ضربت على دماغ فوق. انا ضعت كمان زيت زيتون. ايوه سميح الزواري تحياتنا لك يا سميح. ايش معنى هاي؟ طيب افتحها واقفل بس خلص. هاي كمان شوي صغيرة. نوال الغانم شكرا لك يا نوال. مقادير الدقوس هي على الشاشة. محمد بقول لك هذه مقادير الدقوس. لو بقول لك لو نحط سنين ثومي برضو بطلع طيب. حطينا ثومي. حطينا؟ حطينا. خلينا نشوف شو مقادير الدقوس. طبعا الدقوس يا جماعة في ناس تعمله ساخن، في ناس تعمله بارد، في ناس يعني الدقوس هذا اجتهادك أنت. اجتهادك. سلطة بس مفرومة ناعم. بس هي آخرتها. بندورة، كزبرة، فلفل حار حسب الرغبة، ملح، فلفل أسود، ثوم. ضفنا لها نعنع إحنا وضفنا لها كزبرة، وفي شغلات كثيرة ممكن تضيف أو تشيل من هاي الكزبرة. وعشان أحيطكوا علم، شايفين هاي خلطة الدقوس اللي شايفينها على الغاز واللي شايفينها هسه هون قدامنا، نفس الخلطة بالضبط بس بدون النعنع. ما تحط النعنع، زيت وليمون، واعمل فيهم أحلى حشوة سمك ولا لا؟ مضمون 100. ايوه بس السمك بدك تضيف عليه اشياء زي بندوره وبصل. ما هي بندوره وهي بصل وفلفل بتكثر عليه. ايوه بالضبط. في ناس بتحط فلفل ملون وبهارات مشكله. بهارات مشكله ممكن تحط عليه صح. طيب ومدملح. ملح مو مشان شيء، عشان صحتكم. مشان صحتكم، عشان صحتكم بالاردن يعني. عشان شو هذا؟ وبدنا نحط شوية، أنا بحط شوية كمون، فينا هاي رغبة برضو بصير بس هيك نتوفة. الكمون طبعا من البهارات اللي طعمها قوي جدا، يعني بيسيطر هو والزنجبيل وال. ليش الكاميرا أطول من الشيف أطول من الكاميرا؟ طيب ربندورة طول ما تجيبش سيرة الطول. ترى أنا أطول منه والله. معلقة روب بندورة وحطينا ملح والفلفل الأسود. حلو. ليمون موجود، الليمون معصور جاهز بس صبرا. هاي فلفل أسود وهي ليمون. اللهم صل على سيدنا محمد. أشربهم مش قادر. وهي ليمون. يا اخي ليش الليمون يخلي الواحد اسنانه هيك تحسون هون هون بضرب هون الليمون. يلا اللهم كن عونا لاهلنا في غزه. امين يا رب العالمين يا رب. صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في ناس بقول لك بنحط الليمون بقشره. بكمله على الفاصل. عالي على الفاصل عالي. بكمله. هاي عرفتوا كيف المكونات؟ لانه بعد 3 دقائق رح نطلع الفاصل. نطلع الفاصل بنرجع بنلاقوا الدقوس جاهز. بتلاقوا الدقوس جاهز باذن الله تعالى. شكرا لكل اللي بتابعنا على السوشيال ميديا، تحياتنا لكم جميعا. ودائما الدعوات، ايوه لا تنسونا، لا تنسوا اهل غزه من الدعاء دائما. شكرا لكم نوال الغانم، شكرا. رح ننزل مي على الدجاج. ايوه الزيت هذا كثير حام، صار طلع دخنة. مش مشكلة أحسن. أحسن؟ في نوع السمبوسك هذا لازم تكون النار عالية. عالية. في ناس بالكبسة بتشخل الرز شخل. هاي مصطلحات الشخن وشخل. إيش يعني؟ شخل. إنه بتكون زي التبخير. لا يعني بحط الرز 10 دقائق ما بخلوا يستوي 100%. بتكون هاي اخذت مفعولها وتفاعلت مع بعضها، بحط الرز عليها ربع ساعه وبشيلوها خلص. بتلاقي الرز يعني مش جوسي. عرفت؟ اذا ما طلع جوسي مع الدقوس بزبطش. يلا ماشي. هاي المصطلحات انا نفسي افهم من وين جابوها بالزمان. ما بعرف من يعني من روح على اي مكان مثلا بتلاقيه بيعمل ستيم للرز. ايش يعني؟ بخار. ها هسه روح الحجات ما بتقول لك، ما بتقول لك يخني يخني مش مدخنه. دخنه دخن. تدخين تدخين انه الطف على اللسان.
طيب خلينا نطلع الفاصل الأول، نطلع الفاصل الأول في حلقتنا لهذا اليوم. خليها بعد 10 دقائق. لا المخرج بيحكي لنا لا نطلع هسه. خلينا نطلع الفاصل الأول في حلقتنا لهذا اليوم، ثم نعود لاستكمال ما تبقى منها. بيكون زي ما حكينا الدقوس جاهز، نحط البهارات ونطلع. نحط البهارات، حط أو بس نرجع عادي. لا 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 حط البهارات يا سيدي، حط البهارات. طيب عشان نكسب الفترة هاي اللي هي سريعة راح أحطها مبدئيا. إيش هاد؟ شوية كمون. كمون وبهارات مشكلة وقرفة وملح وفلفل أسود. بهارات مشكلة وقرفة وملح وفلفل أسود 100%. طبعا الملح هذا من الضرورة. بس قرفة برضو بنعيد وبنزيد. القرفة ما نكثر، ما نكثر بتمرر، بتمرمر. بعدين القرفة بترفع الضغط وفلفل أسود. وشوية كاري. ايش شوية كاري؟ هاي هي البهارات، البهارات بتاعت الكبسة. أيوة. وبنخلط طبعا الأساسي فيها بهارات الكبسة، الأساسي فيها بهارات الكبسة. هو أصلا البهارات الكبسة الكل هدول هم نفسه بس تزيد البهارات كبسة هاي هي. بس في ناس بتخلطها بتحط بس بهارات كبسة بس. صح بس. فهمت علي؟ فهمت علي. يعني بتعمل المطاحن بيعمل بهارات كبسة بيكون فيها كل المكونات اللي حكيناها بالزبط. بس في ناس بتحب ترفع يعني كمية صنف عن صنف آخر. في ناس تحب شيء ثاني هذا ما بصير وكله بيمشي هذا. خلينا نعاد نطلع الفاصل الأول في حلقتنا بعد ما أضفنا البهارات على طبختنا. نطلع فاصل ومن ثم نعود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم. خليكم معنا راجعين.
عدنا لكم أعزائي لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم. تحياتنا للي انضمننا الآن اشتابعنا على شاشة الحقيقة الدولية الأقرب إليكم دائما وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كل الحب والاحترام لكم. اللي ما كان يتابعنا من البداية، إحنا اليوم الوصفة تبعتنا عبارة عن كبسة خليجي، هي امتازت فيها السعودية، مع دقوس، وفي عنا الحلو صنبوسة. كيف ليش ما بتعرفش؟ عادة صنبوسة بناكله على الفطور إحنا، لكن الشيف أبو طويلة بده يعمل لنا إياه إيش حلو المرة هاي. أم عدنان البدوي تحياتنا لك، رقية بركات تحياتنا لكم، منورين انتوا اللي منورين اعزائي اللي بتابعونا. هاي بدي اعملها عشان اشوي الدجاج، عشان اشوي الدجاج. تشوي الدجاج؟ بدهنها بالدجاج وبحطها بالفرن. هي عبارة عن زيت زيتون ورب بندورة وبهارات الكبسة نفسها حطتها على الدجاج. بهارات الكبسة بالضبط. والله هيك اريح اطول، هيك شوف بطلع كمان. بدي عشان اصير طول الشف هيك. ايوه هيك. شوف وقف عمر، عمر وقف. شوف كويس. يلا تفضل. ايش كنت بدي انا؟ عرفش انك بدك صينيه عشان الطول الجاي. نعمل هيك. لا هاي خليها للحلو. اقول طب في واحدة ثانية ملقط يا اخي. يا اخي ملقط. لا هي. من وثق بالله أعانه ومن توكل عليه كفاه. شكرا يا نوال الغانم. بالفعل لا إله إلا الله محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. ولك دجاجاتنا ودجاجاتكم. الله شايفين دجاج الجزيرة كيف؟ شايفين كيف دجاج الجزيرة؟ الله سخن سخن سخن. ظل ولا لا؟ أنا بسيط سمك. ولك شو هالروعة يا شيف عزية عبد الله. لك تخيل الله. أنا عزية لك معنا البدوي تحيات. تحياتنا لك سراء دراغمة، أهلا وسهلا. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة. شكرا يا نوال الغانم. آمين يا رب العالمين. يلا يا سيدي. في فرشاي من مسجها. مسجها اذا ما دهنت بالايد ما بتحس الدجاجه هيك تغطط. يعني تغطاي الدجاجه هيك ترتاح. بدها مساج هيك شوي. راحه نفسيه طبعا، خاصه لازم تهيئ لها انك تاكلها يعني، خاصه في رمضان يعني. ايوه بعدين طول ما انت لابس جلفز امورك في السليم. لولو زك زوكاري. لولو زوكاري راح اتابعك. شكرا لك يا لولو. او شكرا. كاتيا اهلا وسهلا يا كاتيا. سعاد قطاطو خديجة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعيم حمدان ابدعتم يا طيبين. ربا اهلا وسهلا يا ربا، يا رب انصر اهلنا في غزة. امين يا رب العالمين. ام جمول الكرد تفضل. نعود الى شفنا مدهن. طبعا رب بندورة بعطي لون يعني للدجاج تشتهي عن بعد كيلو. مع طعم وكل شيء طبعا. انا بحب لما تكون السفينه زي هيك تحت الجناح مثلا ندهن عشان تحس كلها طعم، مش نصها طعم ونصها لا. بتفضل الدجاج يكون بجلد ولا بدون جلد؟ لا انا بفضل بجلد بصراحه. شو السبب؟ ما بتنحرق يعني، عمره ما انشوى الطبق اللي تحت الجلد، بتحسها يبست بتصير. عرفت علي؟ اذا زي الحجر بتطلع طحونتك معها. والله انا بفضل بدون جلد. لا انا بفضل على السلق ممكن تعملها، اما على الشوي مستحيل تطلع معك مو زاكي. اوكي بتكون ناشفه بس زاكي يعني. لا ما هو ناشفه، لازم تكون جوسي حر هيك تكون. برنامج اكثر من رائع. شكرا الله يوفقكم. شكرا شكرا نعيم حمدان. لا اله الا الله. طبعا محميين الغاز احنا صح؟ محميين الحراره قديش؟ بخلص فوضى وبرجع لكم دقيقه. طيب هسه بس يخلص دقيقه دقيقه. فوضى تشبيه قوي. خلص بدناش فوضى. شو الطبخة اليوم؟ مجدولين كبس اليوم، وفي معنى دقوس، وفي معنى الحلو عبارة عن سمبوسك. خلاص؟ حطيناها. طب كده طبعاً تحت وهي في الأرض. أنا ما حطيتها من تحت ولا؟ أنا حطيتها على كل الفرن
عشان اخليها تستوي زياده. اها كل الفرن. أيوة. بس كمان اخر شيء هو لما تحت ويمين شمال اذا معك وقت بتطلعوا الدجاج من هون بكون مستوي جاهز، فما بحاجه بس بتشغلي من فوق 10 دقائق تحمير بس. شيرين تحياتنا لك يا شيرين. ممكن مقادير الكبسه طلع شباب عيدوا لنا مقادير الكبسه لو سمحتوا حطوا لنا اياها على الهواء. والبهارات انا بعيد لكم اياهن اللي هم قرفه كاري كمون ملح فلفل اسود وحطينا هيل زياده على المقادير. طبعا دجاج الجزيره رز بسمتي بندوره حسب الكميه، كل اللي بنحكيه حسب الكميه. احنا بندوره بصل رب البندوره لومي ثوم باودر او ثوم مهروس قرفه هيل بهارات الكبسه او بهارات خشنه ملح فلفل حار حسب الرغبه وفلفل اسود. مره ثانيه دجاج رز بسمتي بندوره بصل رب البندوره ثومه لومي هيل قرفه. طبعا القرفه ما نكثر في كل شيء، في قرفه ما نكثر، بهارات خشنه وفلفل حار حسب الرغبه وملح وفلفل اسود. هاي هي مكونات الكبسه يا اخت لولو. نزلنا رز طبعا ناقع رز بسمتي انا. طب ليه ما حطيته بالطنجره اللي فيها دي؟ لانه فيها اللومي فيها الهيل، ما بحب يضل كله جوا طنجره الكبسه انا بصراحه. تقرط لك حبه هيل، تقرط لك حبه كزبره، تقول لك ورقه، ما انا بدي اصفيه هون. هيك لعب. يلا ماشي. عاد انا عادي يعني بيطلع معي الجزيره احلى واطيب واطيب. لا انا متعقل طبعا الجزيره دجاج الجزيره اقوى. ايش يا معلم؟ تخيل تقرط هيك فلفل اسود حب. يا الله شوف شوف يا شفنا العزيز، اللي انت بتحبوش ممكن في غيرك بحبه. اكيد ممكن بالنسبه لغيرك يوم تيجي حبه الهيل تحت سنه في الطبخه اكيد مزبوط يعني، ومستحيل تفوت في تمك حبه لوني، ما هي هالقد يعني ما بتزبطش يعني. في ناس ترغب وناس لا ترغب، ماشي ترغب او ما ترغب اكيد. ولا اللهم انصر اخواننا في غزه. شكرا سايل محمود تحيه. بعدين هاي ميتها كثير زياده، ميتها كثير زياده. اجي اساعدك؟ لا 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 خلصت، خلنا اساعدك. لا لا خلص، بس انا بدي اعلق هاي واللي بكون الدجاج جاهز. هاي طبختنا جاهزه، تقول جاهز بنبلش بالحلو هسه مع بعض. دجاجاتنا دجاجات، اللهم اجعل شهرنا مليئا بالافراح والمسرات، امين يا رب العالمين. ولا ولا منورين من جديد، كل عام وانتم بألف خير. انا بحب الكزبره بطعمها كثير كثير زاكي مع الاكل. صح يا صايب صح. يلا على راي على راي لولو، في حدا بتابعنا من خارج المملكه الاردنيه الهاشميه؟ في حدا بتابعنا؟ لولو من وين بتتابعينا؟ زكاري من وين؟ من الكويت؟ من الامارات؟ من وين؟ وكل حدا يحكي لنا حتى لو كان من الاردن منين بتابعنا؟ من اي منطقه؟ حلو الناس اللي بتتابعنا من خارج الاردن تعرف اسماء الاحياء والمناطق عندنا في بلدنا. من الامارات يا لولو، اهلا وسهلا فيكي والامارات العربيه المتحده، اهلا وسهلا. من الكويت؟ الكويت الكويت، عفاكي 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 الكويت. الله يسلمك، سلمك اختنا لولو. يقولون بالكويت لولوة، ها يقولوها كذي لولوة. بفكر حالي على غاز. ايش على غاز عديد. بكون نازل من القويس. ما ابو علندا ياسر تابعكم من الصيف التطوير الحضري. مرحبتين يا اسلام. راح ننزل المي. راح انزل لك الهيل معها. طب انا اصفيه اجيب لك المصفاية. قرب العرض. طب ما نزل كل شيء. انا نزلت لك، قلت لك راح نزل لك كل شيء، بس عيار المي بتلعب فيه هون احسن. من امريكا الجنوبيه رانيا اوريكات. شيرين من الياسمين مرحبتين مرحبتين. لا حول ولا قوه الا بالله. شو اللي فيه؟ شو فيه؟ مين كمان؟ ضاحيه الامير حسن سعاد قطاطه. بتابعكم دور صيفة. يا اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع من وين مكان بتابعونا بنرحب فيهم
كان من داخل المملكة أو خارج المملكة، تحياتنا لهم أعزائنا. أم عدنان البدوي روعة، منظر الرز بشهي يا شيخ، شغل نظيف نظيف نظيف. هاي 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 أيوة يخبل خيال رخيص. خلينا هدول عجنب، خليهم آه خليهم بالزبون. كل عام وانتم بألف خير. تمام، نخليه يغلى أول غلبته. وين وين شو يا شذا، وبعدين بنسكر عليه. قلب قلب وين، ومن الهاشمية الزرقاء. يحفظكم، شكرا. لسه ما حرك. حي نصار الظواهري. والله نشوف الناس وين بتتابعنا. هلا وغلب صورتنا الواحدة، نعيم حمدان منور الفيس يا خالي. شكرا يا سيف، سيف شكرا لك. الزواهري رقية من الزواهري، منظر الرز بشهي. بدي اضيف زبيب. اه هسا مش على الوجه؟ لا 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 مش على الوجه والله جد. اسكت. شو يا شذا، شو وين وين بدنا نربح؟ ان شاء الله تربح يا هيثم. حطينا زبيب، ممكن نحط على الوجه بنحط، بس انه هاي بتطلع حبه نافخه بين الرز، عرفت هذا الطعم؟ اه بحبوش. لا سبحان الله، ماخذ امور شخصيه بيني وبينه يا زلمه. ابو سيف الدين من قلب البقعه حياك الله، اسلام من جرش بتابعنا، يا حياك الله يا اسلام، ويا حياك الله يا ابو سيف. شوف هاي الكبسه طريقتك من اي بلد رانيا بتحكي لك؟ هي كبسه سعوديه لسه بدنا ندخنها، بس خليهم يشغلوا لي الفحمه. اه عاده السعوديين بدخنوها. اه وفي عنا ناس الاردن بتدخنها وناس ما بتدخنها. في ناس حسب مزاج، في ناس بتدخنها بالفرن، في ناس ما بتدخنها بتطلعها من الفرن. ابو اسلام بطخ علي قاعد كانه. تحياتي. كانه. شكرا. في جوائز اليوم؟ والله اليوم خلصنا يا هيثم. مر بكره ان شاء الله. الجائزه يوم السبت سيتم السحب عليها، عباره عن دبوس ذهب للاطفال مقدم من مجوهرات الاخوه اصحاب روضه ومدارس حواء وادم النموذجيه، الدكتور موفق عظيمه. شكرا. شو الصوص يلي بيعملوا مع الكبسه يا شيف؟ شو الصوص اللي بيعملوا؟ عملنا دقوس. دقوس؟ لا هي قصدها في صوص بنعمل. دقوس هاي طحين ومي. ليه؟ للحلو، للحلو. عشان نسكر سمبوسك فيه. أيوة. ما يطلع فارط، يطلع هيك بالضبط. والله بقول لك اسمع، بتقول لك لولو الريحه واصله للكويت. اوف. شغل نظيف نظيف. طيب بس نخليها من فوق. مره مع مروحه ولا بدون مروحه؟ ما بعرفش عنك. خلص خليه على راحته. شوف قديش ضايل البرنامج على راحته الشاب. اوه لسه ضايل تلت نص ساعه ضايل. لا بنكون مخلصين. طيب خلينا نبلش اللف، بس هذول كنت لافهم قبل انا بصراحه. انه بس هيك هيك. مدور بتعمله انت. هسا في سمبوسك اكبر، لو انها كان جاي اكبر بقسمها زي المثلث زي الكروسان بتلف. ايوه بس هاي رفيعه فعملتها كلها كروسان. طب جيب العدل عندك، جيب هذا الحسن. خلصنا. ايوه افرجيهم. طب هذا في ايش نديره الدقوس؟ ايوه ايوه هيك كيوت، هذا معاه بيطلع كيوت. ابن حلال بالعالم بالناس. يحفظكم يسلي. طيب شو ممكن نعمل مع الكبس غير الدقوس؟ سلطة عربية، سلطة فرنجية مثلا، سلطة فرنجية، سلطة عادية. اشتروا لبن من الدكانة. طبعا الدقوس اذا بتجيبوا البندورة الحمراء. طب شذا انت ايش بتعملي مع الكبسة يا شذا؟ اذا بتجيبوا البندورة الحمراء بتطلع احلى بصراحة. تطلع أحلى. يعني مايله للحمار اكثر. بس انا اجتني هاي البندوره المعلقه، البندوره البلديه اطيب بكثير بتطلع مع الدقوس، انا متاكد. بالضبط. ايوه هنزين. زين يا سيدي. وزين هنزين. لا 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 يا مزين زين. ترم ترم. اقول لك فنجان قهوه. ميل لك ميولي. خيل لك ميولي. نسيت فنجان قهوة مي، نعمل كبولي منك يا زين. واه يا زين يا زين. تمام ماشي.
هي مستقيمة أكثر. تأكل؟ شي فاخر من الآخر. خلاص؟ بس هاي كمان واحدة كزبرة عشان هذيك نزلت تحت فعصناها بالليمونة. صريح أنا كثير صريح صح؟ يلا هاي أول صحن جاهز والثاني دقوس والثالث على الطريق. يلا نضيف لي حواليك هون. خلينا نقرأ للمتابعين عشان تلف أنت شو اسمها هاي السمبوسك براحتك. شكرا لكم جميعا، الله يعطيكم ألف عافية. شكلات أكثر بالروعة. شو هي أصلا؟ طب سعاد قطاطو إبداع، فادي القوقة، شكرا لك ربا غازي، نوال الغانم، نعيم الحمدان، شكرا لكم جميعا. أم إيمان الخطيب تحياتنا لك. هاي مخدر سمبوسك ملكاوي، أهلا وسهلا يا شدا. هي بالعجوة والجبنة. شدا بس أنتوا إيش بتعملوا غير الدقوس؟ نعم هي بالعجوة وجبنة السمبوسك بالجبنة والتمر. إحنا قلنا نقرأ للناس اللي بتتابعنا. يلا يا سيدي مقادير السمبوسك. مقادير يا قلب العنا. سمبوسك بالجبنة والتمر عبارة عن تمر عجوة، جبنة كريمي، سمبوسك، قرفة، سكر، حليب مكثف وقشطة. مرة ثانية هاي حلويات وقشطة، مش سمبوسك اللي بنحط على الفطور، هذا بعد الفطور حلويات. تبعوا لنا سمبوسك بالجبنة والتمر، تمر عجوة اللي بيجي بدون زي تبع اللي بنعمل فيه كعك العيد، وجبنة كريمي. ممكن تحطوا جبنة مثلثات، مش ضروري جبنة كريمي صح؟ هي بالضبط جبنة مثلثات. قرفة طبعا السمبوسك أساسي، عجينة السمبوسك، قرفة وسكر وحليب مكثف وقشطة. يلا طالعة. طبعا قطعنا المثلثات نصاص، بتجيبها الكاميرا هون بترجم إياها. قطعناها نصاص، بنحط عجوة هيك. أيوة. ومنلف هيك. لف هيك. نضغطها شوي عشان تطلع معنا رفيعة. أيوة عشان ما. منلف. هاي طحين ومي، بنعمل هيك. أيوة. طالع. 100% هي. صارت وربات. نعيم حمدان تحياتنا لك. ريم صايل ما شاء الله بدي اجربها صنف جديد. صح كلامك. بعديها صح. اخر اشي بنعمل سكر وقرفة. لسه تبعونا في لسه في ما تستعجلوش. سكر وقرفة احنا ما حطينا هون سكر وقرفة، تبعونا عشان تشوفوا كيف الحلا للاخر راح يضل. ليش حضر هيبتي اردنية؟ ليش حضر هيبتي؟ ما بعرف والله يا اسلام. اسلام ما بعرف، احنا ما بنحضر حدا نهائيا ولا تحت اي ظرف، ما بنحضر اي متابع عمل اي شيء بنوجه له الكلام، فهو كل اللي بتابعونا على درجة عالية من الذوق الرفيع، فمن كليبتين على طول برد علينا. شو حط بالحشوة؟ حط بالحشوة جبنة كريمي او جبنة مثلثات مع تمر العجوة، هذا اللي بنحط في كعك العيد فقط. عجوة حطهم عجوة مع بعض. هاي بنلفها هيك مرة تانية اشرح لهم يا هيا هيك هيها، بعدين بنعمل هيك شوي صغيرة. هاي العجوة صارت بالشكل هذا. طبعا نحطها جنب الجبنة. بالضبط، انك تكثر او تقلل هذا برجع لك، لكن اكثر من هيك لا، اكثر من هيك لا حرام. حتى لما تكون لفتها رفيعة بتكون احلى، انه ما تكون مليانة. حلو. كثير والله. يعني نعمل هيك. طب بنفع مثلا غير الجبنة قشطة مثلا؟ إذا قليتها ممكن تفرط لأنها فاتحة، أو إذا بتسكرها من جوانب كلها. إذا بتسكرها مثلث زي السمبوسك العادي. أوكي. قشطة وجبنة وعجوة. لا بدون جبنة. هسا الصوص تاعها برضو في معها صوص. بدون جبنة، بدون جبنة، يعني نحط بدال الجبنة قشطة. طيب. ونعملها مثلث. قشطة وعجوة. قشطة وعجوة. ولا بس قشطة قصدك؟ لا 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 لا، قشطة وعجوة. هسا الصوص تاعها في قشطة. أها حلو. غير عنها. ايوه ضايل ثلث ساعة يا معلم. لا بنكون جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
ألف تحية للي بيتابعنا من داخل وخارج المملكة، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. بحب أذكر وبرجع أذكر للمرة الثانية إنه يا ريت ننسى قضية نصور الأكل ونوزع الموائد على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في ناس في مناطق في العالم طالت الطحين مع التراب عشان الطعم أولادها، في ناس ما لقت شيء طعم أولادها، في ناس كثير عم بتروح متأخرة، يعني معرض للقتل للقصف للتفجير، معرض عشان يروح يلاقي أولاده نايمين عشان ما يسألوه إيش بدنا ناكل أو شو جبت لنا ناكل. وإحنا قاعدين بننشر على مواقع التواصل الاجتماعي الموائد اللي فيها ما لذ وطاب. وفي غزة شربة الماء النظيف لا يجدوها، فخلينا نحترم ونتأدب في حضرة الموت في غزة، ناس بتموت هناك، فنحترم ما يحدث لأهلنا في غزة. وبلاها قصص المقلوب الخابصة والمسخن اللي اسمه مش مسخن، والمنسف اللي استغفر الله العظيم اللي مش ضابط، سلطة الاسم سلطة بس. وفكك من هالسواليف الطرمة تبعتك، جاج محروق وبصل مقحمش طالعين اياه على الفيس، احنا ما بدنا شيء يغث بالنا، الله يرضى عليك. فسيبوكم من القصص هاي. نرجع، وين وصلت يا معلم؟ من لف لف سيدي، كنت لفهم قبل الحلقه بصراحه. يبدو انك شاطر بورق الدوالي. ما انا اللي لنجي لعبتي اصلا. يا رب يفرجها الجميع، الله ينصر اهلنا في غزه. ام حسن شحاله، كيف احضر حلقه امبارح؟ موجوده على الفيسبوك على صفحه مطبخ العيله، واللي على الغلاف صورة الشيف موجودة. اللي بده يحضر حلقة امبارح موجودة على الفيسبوك، موجودة على الفيسبوك صفحة مطبخ العيلة، وبتقدر تعرفوها من الشخصية. بدك الصراحة أنا ما بنصحك تحضريها. امبارح عجقة ولف وحالتنا حالة أي مكونات يا سعاد، ووقت وللتحق. اليوم أروق. هذا والنصر ولا لأهلنا في غزة وتحرير القدس وغزة من كيد المعتدين، مثل في قلوب أهلنا السعادة العارمة التي تكون لهم عوضا عما مضى. يا رب يا رب، آمين يا رب العالمين. يلا يا سيدي، يلا هنا ثاني 2 4 6 8 10 حبات منا كفوك ولا لف كمان؟ لف كمان خلاص كفوه. صهيب بكفي 10 حبات تمام؟ عرفت كيف تلفهم؟ خلص ماشي، بسمع لك بعد الحلقة. لسه شغل المسحات ضببت النظارة. ايه طافي يا وحد الله، والله العظيم تحكوش اسمع حدا سمع؟ لا لا في نص الأوردة. هذا اللي طافي؟ لا هذا شغال. شغال؟ هذا شغال. نجرب يعني؟ شوف. لا لسه. لسه. لسه بده حم. خلي عم يحمى شوي. بنعمل الصوص عم يحمى. طب فرجيناك كيف؟ ما أقول لكش عن الريحة. أكيد ما بننسى أهلنا في غزة. أكيد أكيد أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابتسام محمود، يا رب أربح معكم إن شاء الله. ما وصلت الريحة. الفحمة شغلونا إياها؟ بعرفش. تطلبت فحمة؟ حكيت لهم خليهم يشغلون الفحمة بس ما حدا ركز معي. إذا أم محمد بتتابعنا شغلينا فحمة على الغاز وهاتونا إياها. لا ما بنلحق هلا صبر وسلام. إيه؟ ما بنلحق. ما بنلحق؟ 2:30 صعب تشتغل. آه ممكن ممكن ممكن. لازم 2:30 بس ضايل يعني ضايل تقريبا ثلث ساعة. طيب خلينا نفرجيهم الصوص. ورجيهم الصوص. شو الصوص اللي بدك تعمله يلا؟ دقيقة. شو ضيعت؟ انا ما ضيعت، انا الضايع. ايوه عرفت. نقرا بعض التعليقات. رولا عبد الرحمن بتحكي رمضان كريم، شكرا لك. وربا ايضا، في ربا وفي رولا وفي نعيم حمدان وسعاد قطاطو.
مكونات السمبوسك خلطهم مع بعض؟ لا يا سعاد ما خلطهم، حط الجبن لحال والعجوة لحال ولفهم بالسمبوسك، مكونات السمبوسك خلطهم؟ لا ما خلطهم. مسيناكم بنور النبي يا أصايل، خلصتم ودمتم سالمين. فرجوا مياه. شكرا. عم بمسيح من الزيت. سوات؟ خلص ما سوات هاي؟ بدنا نشيك عليها. تشيكي طبعا مبدئيا راح صوتي يعمل هيك. فيش مي؟ لا في مي. في مي لسه. رجع 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 يا معلم، رجع رجع. حليب مكثف وين؟ هاي هيو تبعي لنا، تبعوا معنا. هاي بده يعمل الصوص الان. الله كيف دقوس. بس بتخايل الليمونه طلع دقوس ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. هسا حطينا الحليب المكثف، ايش بدنا نحط معه؟ حطينا حليب مكثف وجبنه كريميه وبدنا نحط قشطه. جبنه كريميه؟ الجبنه اللي حطيناها جوا السمبوسه نفس الجبنه. نفس الجبنه بالضبط. احنا استخدمنا المثلثات، وفيكم تستخدموا اللي هي الجبنه مثلث مربع مدور، المهم تكون كريميه. المهم بتكون كريمي. اوكي شو حطيت هنا؟ ولا طايل شيء. بقول لك انا جاهز. جاهز. انا جاهز. انا لسه معنا وقت كمان. حطينا الحليب مكثف. هيثم الجاهز يوم السبت يا هيثم. ايوه نعمل هيك. ايوه نعمل هيك. قشطه وحليب مكثف وجبنه كريميه. وجبنه كريمي. نخلط. لا تخلط، روح روح روح. لا خلص بس اشوف الدجاج كنت عشان خلصنا. خلاص بس نقلي لهدول ونغطسهم بال طب طعمهم يعني جبنه وحليب عرفت وقرفه وسكر. وقرفه وسكر ممكن وصل الطعم ولا ما وصلش؟ احمد العميان، هلا يا احمد حبيب القلب. يا احمد نورك والله يا حبيب القلب، زميلنا احمد العميان تحياتنا لك. ام حسن اشحاده، هذا الصوص بينفع لايش غير هاي بيسالوك؟ التشورز اذا بتعرفوه. شو هو التشورز؟ شو التشورز؟ حلبي دحبوب ولا كبسول؟ هو زي الحلبي بيجي حبه صغيره على سكر وقرفه مع الشوكولاتة. أيام من جوا بيكون كستر شوكولاتة. لا لا هيك لودت. إحنا بنعرف الحلب الصغير اللي هالقدي. لا عرفنا اللي بنباع جنب، بتروح على المحل بتلاقي أصبع زينة حوامي ومنه وجنبه غاد على اليمين بتلاقي هذا المثلثات، الخبز المقحمش اللي حاطين عليه سماق شو اسمه سمسم، تلاقيه مدبق ببعضه هيك كله كله ملزق ببعضه هيك. إيش تاني هذا؟ تشورز زي الحلب هيك حبات صغيرة بتيجي. ما عرفش ايه. طب بنفع نعمله على الاير فراير هذا؟ بزبط كمان. بزبط يعني. بزبط. طيب يعني ماشي. كل الطرق تؤدي الى وين؟ الى المعدة. شكلها زاكي والله يا سعاد. خلينا نحط ايش. انا تعبت والله، تعبت من ريحة هذا. والله شو سألناك ايش بتعملي غير عاد تحطي جنب ال الكبسة غير الدقوس وما جاوبتي. انت قاعد لهم؟ طبعا. ايه والله قاعد لهم طبعا يا زلمة زي الرصد. يبدو النت علق. يبدو النت علق. حطينا سكر. سويها يا لولو اكيد رح تطلع زاكية. طب ايش في عندكم حلو في الكويت؟ يعني مشهورة في الكويت الحلو هذا، يا ريت تخبرينا اياه. يمكن انه طافي يا زلمه على قلبي هذا. انا تعبت. انا بقول لك ما هو انا حكيتك نصحتك انت ما رديت علي. كميه الزيت كبيره، قلت لك هذا مقلى فلافل مش مغطى الحبه حتى ولو. حتى ولو هو نص، انت فاهم علي؟ بس ما بيعطينيش التش اللي بدي اياها يا زلمه. في شيء غلط. خليت القلي في في في, في وعاء اصغر، كمية الزيت أقل، بيعمل التش اللي بدك إياه. تعال عنا على البيت نعمل لك التش اللي بدك إياه.
يما دي بس ناخذ الغاز من هون لاخر رمضان يما. يما غاز غاز اربع عيون. خليه ما تحرك الزيت. مديش تفرط الجبنه. ما بتفرط. ببرد. اذا حركت الزيت ببرد. خلص سيبه براحته. زبطت زبطت من خليها لبكره كمان مره. لا بس تزبط ان شاء الله. هسه سكر. عدل الحلو اسلموا ايديك يا شيف. سكر وقرفه. شو هذا شو بدنا نعمل؟ ريحه القرفه. ايه سكر وقرفه. طب هيك اعرف انه ابو اسلام صابه فضول بالموضوع. نحركهم هيك. ايوه مش عارف يحطوها بس يروح على ناس والده ستات والداتنا. لا هذيك غلي القرفه. هاي سكر وقرفه. هاي جاب توأم. حلو. مرق هامور مطبق زبيدي. هامور سمك. مربين هذا اكل كويتي. عمالها بتبعث لنا لولو. سكاري. في تلفون غريب من نوعه. ما بترد. لا هو انا تفكيري راح بعيد. طايل 12 دقيقة. 12 دقيقة وبتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. يا رب النصر. المهم لما يكون الزيت عندك اسرع من هيك ما بتطول سمبوسك من دقيقتين لثلاثة كبيرة. ها بتطلعوها بتغطسوها بالسكر والقرفة وبكون الصوص تحتيها بصير تغميس بالصوص والاكل. هات صفها يلا. بايركس هاي للكبسة. يلا شو رأيك؟ بصير. وبدنا صحن تاني لل ليش؟ للسمبوسك. ماشي. علم الله انه انا توترت. هذا سيبك منه هذا خليه لحاله. انا هذا اللي هم كبير صراحه. طيب خلينا نسكب الرزات. اسكب الرز. استوى في الشماي. لو معي مصاري برد علي. ليش؟ على شغله الزيت هذا. ما عشان معيش مصاري. هو بدنا نجيب لنا واحدة أصغر شكلنا. إذا ما احنا قلنا لك. إيه بدنا نجيب واحدة أصغر ونريح راسنا. الناس هرعانة. لا أنا هو رن تليفوني توترت بدك الصراحة يعني. مكالمة من خارج الأردن؟ لا من جوا. جوا الدار يعني؟ من جوا الدار. وثلاث مرات ورا بعض وهم عارفين انا وين فصفنت. على الاغلب عرفت شو صار. ان شاء الله خير. يعني. ان شاء الله خير. لا يمكن خال للمره الثانيه انا. بلا جد. يا ريتو الف مبروك. احتمال ما بعرفش بس ثلاث مرات ورا بعض صفنت. ايوه يا سيدي الف مبروك. ان شاء الله يتربى في عزكم. بس الله اعلم يعني لسه. يعني الله المهم فيه. المهم في على الابواب يعني. في على الابواب ان شاء طيب. الله. في زرنا كمان مره راح ارد. في حلا كويتي بتقول لك اسمه قبوط هريس جريش. مين هذا؟ ولا كل واحده لحال ولا هذول اسم الحلو؟ مش عارف. قبوط هريس جريش. ام عدنان بتبارك لك. الله يبارك فيك. البدوي ام عدنان البدوي بتقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. بس هيك منطلع على طول او خليهم كمان شوي. اذا معنا وقت ليش معنا وقت معنا شوي معنا وقت واربعين دقيقه. لا ما معناش اربعين دقيقه واربعين دقيقه معنا لسه جاي طلعنا من الفرن. طفيت الفرن. في قليت التيفال. لازم نضيع شيء ما بزبط معنا احنا. والله ما فيه. نقل اللوز.
ايوه شوف القلايات هون. طلع بدنا نحط على الكبسه ال شو اسمه اللوز. خلص على هاي بس هاي بتطول هسه. لا هاي بتطول هاي بتطول. لا معناته خلص. لا الامور مش زي ما انا. هاي بتطول. طب بالمناسبه انه في ناس بدنا علي سطح وبرن. قلب. خذ يا معلم في قلاية صغيرة هاي. واي نعمل هيك نعلي الغاز عليها. هسا في خطة بدي اعمل لك اياها سحر ابو اسلام. ايش ايش السحر اللي بدك تعمله؟ نعمل هيك عشان ما معناش وقت نحمي. نعمل هيك ما حد يعملها زين عشان المسلوقين الوقت. عشان الوقت. نجيب اللوز وهي اللوز نزل بس وهي نسكب الدجاج. امبارح شفت واحد بحكي انه يا اخوان انا لساني ثقيل بس برمضان ولا كلكو بقرب لك هو؟ لا هاي مشكلة. كل التحية للي بتابعنا على حلقة في حلقتنا لهذا اليوم. أم حسن شحادة وأم فادي أم عدنان البدوي تحياتنا لكم. لولو زكاري تحياتنا لك يا لولو. غانم الغانم الله يصبرك يا عم خالد. ما شايف حسوا في مين ليش عايش الله يصبرك. بردح أردح. عمر شو مالك يا عمر؟ قال ما حدا يعملها. قال طب ما احنا هيك ما كلها بتعمل هيك. انا عارف لان لو متردد 1% انه حدا ينتقدني كان ما بعملها. ايوه اليوم انجز الوصفات بوقت قياسي. ريم صايل يعطيك الف عافيه. شكرا لك يا ريم. اليوم ام حسن شحادة رمضان مبارك علينا وعليكم. غانم الغانم على الصيام والقيام. اذا معليش دور يا زلمه شو مالك؟ بدي اسكب هدول يا زلمه. ايه بدي اسكب. بدي اشي منظره حلو. استنى معانا وقت. خلصنا ما حدا يشوف قديش سعره بس. صحن جديد وكالي. املوا اي كل الاحترام اليك. باقي من البرنامج دقائق قليلة جدا يعني ضايل 3-4 دقائق بس وبننهي حلقتنا لهذا اليوم. 3 دقائق وبننهي حلقتنا لهذا اليوم وبتنتهي حلقة مطبخ العيلة الثانية. الحلقة الثانية في اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والطاعات يا رب العالمين. شو حكيت لك اللي بيطول بفرطه منيح اللي لحقناهم بس. الجبنه اللي فرطت اكيد بس هي مش فارطه يعني. لا بس انه هي فارطه من الضحك. هي بس قطع صغيره يعني. يعطيك العافيه. خلاص خليه هون شوي. حط هاي هون. بدك اسكب غاد ولا اسكب هون؟ اسكب ساكب. وين؟
شو تسكب؟ بس يا شباب عشان التصفيه. هيا نعب عليك. يلا. انحرقوا انحرقوا بس لا ما خلص شلته صفي الزيت ولا لو ركنت عليه كان صفي خلص انت روح كمل ما عليه اذا اركنا عليه انحرقوا ما عليه اركنت على هاي الحق علي انا اللي انتبهت لهم والله خليهم ينحرقوا الحق علي او قلب وين غايب علي في حبه لوز بالطرطش مش مخلي دائما بقول لي تعال شوفوا اذا انت كثير فوضوي انا مش شيف انا مذيع المشكله وين انه مش مخلي ولا اشي نظيف حرقوا هاي لا يا رب شم ريحتش محروق يا رجل لا مش محروق هو لونه طبيعي هيك هاي الحب مني قاعدة بتفحم تتعذب قاعدة بتتعذب على الغاز عمي يا صياد رميت شباكك فيه روح بدوخ اي كل ما قصطت يطلع لك وام تعبي الدلو عبور طيب هيك خلص هيك خلصنا خذ طبعا هذا بامكانكم انتم تحطوا هذول الحلى هذا بشي مربع زي البايركس زي اي شيء وتحطوا الارضية صوص. من هذا الصوص وتوقفوهم تحشروهم يعني في هاي الصينية او في هذا الشيء المربع مدور مش شيء غويط زي هيك هذا الشيء الغويط يعني ما بننصحكم استعماله انا انصحنا هذا ليش العكس ها ماشي هاي مغطسة جاهزة وايديك تغطس عادي زي ما ها فرجيهم يلا ذوق يا ريت والله يا ريت عساكم قوة شكرا لكم ام لؤي ام عدنان البدوي تحياتنا لكم ايدي يعني هيك انتهت حلقتنا لهذا اليوم نامل ان احنا قدمنا وصفة لذيذة وصفة زاكية يعني تنال اعجاب الجميع شكرا اللي تابعنا في حلقتنا لهذا اليوم نامل ان نلقاكم على خير الحلقة القادمة في غدا بإذن الله تعالى بنذكر الجوائز يوم السحب راح نسحب يوم السبت راح نسحب الجائزة وهي عبارة عن تعليق ذهب مقدمة من محلات الأخوة مجوهرات الأخوة أصحاب روضة ومدارس الأخوة وأدم النموذجية جرش شكرا لك يا دكتور موفق ضيبات خلينا نفتح مجال للمصورين نطلع بس فاصل ما نطلع فاصل طيب هيك انتهت حلقتنا نلقاكم على خير يوم غدا الساعة 1:30 بنذكر انه بس يوم الجمعة البرنامج من 11 ل 12 وربع بإذن الله سلام عليكم